بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاه والسلام الاتمان الاكملان الاشرفان الانوران الاعتران الازهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى اله واصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب اكرمنا بجاه نبينا كرما تبلغنا به المامولا. واغفر جنايتنا وسترك اولنا. واجعل جميع صنيعنا مقبولا. اللهم امين. مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحماته وبركاته. نلتقي اليوم مع الكلمه الطيبه. كما قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة رب العزة سبحانه وتعالى خلق الانسان ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم خلق الانسان في احسن صورة وامتن عليه في القرآن بقوله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين هذا اللسان خلقه الله للانسان ليعبر به عما في داخله اللسان ده هو الترجمان ترجمان لبقيه اعضاء الجسد لو مريض هتتاوه بلسانك لو فرحان هتضحك فسبحان الله العظيم اللسان هو المترجم عن حال الانسان لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيساله سيدنا معاذ بيقول له يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به يعني اي كلمه انا هتكلمها ربنا سبحانه وتعالى يحسب هذه الكلمه اما لي واما علي فقال ثكلتك امك يا معاذ يعني فقدتك امك وهل يكب الناس في النار على وجوههم وفي روايه على مناخرهم الا حصائد السنتهم كلمه تجعلك في اعلى عليين او في اسفل سافلين لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ان العبد ناخذ بالنا جدا من هذا الحديث ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات في الجنه وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم الكلمة الطيبة ترفعك إلى أعلى الدرجات والكلمة الخبيثة تجعلك في أسفل سافلين في أسفل الدركات لأن لما نبقى في عليين اسمها درجة درجات طب في سافلين بيبقى اسمها دركات إن المنافقين في الدرك ما تقولش في الدرجي لا ده الدرج ده يعني منزلة عالية إنما الدرك منزله ايه؟ منزله سفلى منخفضه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا يبقى الكلمة الطيبة صدقة لذلك سيدنا عمر بن الخطاب دخل في يوم على سيدنا أبي بكر الصديق فوجد سيدنا أبو بكر يمسك بلسانه فسيدنا عمر تعجب من فعل الصديق ماذا تفعل يا أبا بكر فقال يا عمر هذا الذي أوردني الموارد اللسان صغير جرمه كبير جرمه خطر كبير الجرم اللي هو الحجم صغير جرمه حجم صغير اللسان كبير جرمه خطره كبير إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات في الجنة وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم لما ستنا صفية مرت على سيدنا النبي واحدة من أمهات المؤمنين قالت لسيدنا رسول الله إنها وشورت بأيديها لم تتكلم أشارت بيدها إنها يعني قصيرة فقال النبي لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته كلمة واحدة تكون سبب إن هذه الكلمة الكلمة تجعل الإنسان في أسفل سافلين تجعل الإنسان يرد الموارد ويهلك بهذه الكلمة فسيدنا النبي بنبيها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته يعني تغير لون البحر وتغير شكل البحر وطعم مياه البحر كلمة واحدة، نعم كلمة واحدة لذلك رب العزة يقول في القرآن الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وبعدين ربنا يبين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ناخد بالنا ربنا بيضرب مثالين في القران مثل للكلمه الطيبه ومثل للكلمه الخبيثه الكلمه الطيبه مثلها زي ايه زي شجره اصلها ثابت وفرعها في السماء ومش كده وبس قال تؤتي اكلها كل حين باذن ربها الناس بتستفيد منها من ثمرها ومن اغصانها ومما يخرج منها في لها فوائد كثيرة لأنها كلمة طيبة زي الشجرة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وبعدين طيب يا رب بتقول لنا المثل ليه ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ربنا عايزنا نتذكر نتدبر نتفقه عايزنا نعقل عايزنا نفهم عايزنا نبقى مخلوقين في هذه الدنيا وإحنا فاهمين كل حاجة لعلهم يتذكرون وفي ايه ثانيه يقول ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب يعني لاصحاب العقول للناس اللي بتفهم ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه سلم يا رب سلم الكلمه الخبيثه زي الشجره الخبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار احيانا بعض الناس يتكلم كلمه ولا يبالي بهذه الكلمه، يعني مثلا قاعد مع ناس وبيتكلم معاهم ايه رايك في فلان؟ يقول ده راجل طيب. طيب واحد تاني ايه رايك في فلانه؟ يقول يعني يعمل بايديه كده، يعني يعني قصدك ايه من يعني؟ تهمز بالكلمه ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ويل لكل همزة لمزة يقول ولا تنابزوا بالالقاب ولا يغتب بعضكم بعضا، ليه يا رب؟ ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم، تعرفوا ان ان انك انت بس مجرد ان تجلس في مجلس غيبه فان هذا المجلس يؤثر على قلبك ويؤثر على فيض الله وعلى عطاء الله لك. كان في واحد من الصالحين اسمه سيدي ابو المواهب الشاذلي. هذا الرجل كان من كبار الأولياء والصالحين وكان كل يوم الصبح يصلي على سيدنا النبي ألف مرة وكل يوم بالليل يصلي على سيدنا النبي ألف مرة يعني كان ألفين مرة بالليل وبالنهار في الصباح وفي المساء في ليلة من الليالي سيد أبو المواهب الشاذلي كان بيشوف سيدنا النبي كثيرا وبعدين انقطعت عنه رؤية النبي فترة فحزن وقام يبكي أبو المواهب وتاب وأناب يا رب يا رب نفسي اشوف سيدنا النبي مره ثانيه يا رب عايز يعرف هو عمل ايه فراى سيدنا النبي في المنام بعد فتره وبعد انقطاع الرؤيا عنه فقال له يا سيدنا النبي ما غيب وجهك الوضاء عني ايه اللي خلاك تبعد عني يا سيدنا النبي ورؤيه سيدنا النبي دي نعمه ما بعدها نعمه فام سيدنا النبي قال له لانك جلست مجلس غيبه مجلس واحد جلست مع مع, جماعة مرة بيتكلموا في حق الناس ويغتاب الناس احذر الغيبة فهي الفسق لا رخصة فيه إنما المغتاب كالآكل من لحم أخيه الغيبة النميمة القيل والقال الكلام فيما يعني, يعني يعنيك وما لا يعنيك تتكلمش كده لا تطلق للسانك العنان قبل ما تقول الكلمة فكر هل هذه الكلمة ترضي الله أم تغضب الله هل هذه الكلمة هتنور الصحيفة أم هتبقى مظلمة في الصحيفة هل هذه الكلمة هيفرح بها الملكين ولا هذه الكلمة هتكتب في ميزان السيئات والعياذ بالله يبقى تاخد بالك من الكلمة قبل ما تتكلم ورضي الله عن سيدنا عبد الله بن عباس الكلام سيدنا عبد الله بن عباس يسطر بحروف من ذهب بيقول ايه قل خيرا تغنم او اسكت عن سوء تسلم والا فاعلم انك ستندم اقول تاني سيدنا عبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران الذي لازم النبي وتعلم على يد النبي المكثر من رواية الحديث عن النبي والذي له تفسير في القرآن الكريم بيقول: قل خيرا تغنم قول الخير هتغنم او اسكت عن سوء تسلم طب لو ما قلتش الخير ولم تسكت عن السوء وإلا فاعلم انك ستندم لو خرجنا من هذه الحلقه بهذه الكلمه لسيدنا ابن عباس وحفظناها وطبقناها في حياتنا وعلمناها لاولادنا وحفظناها لاسرنا لسعدنا وفزنا في الدنيا والاخره نضع نصب اعيننا حفظ اولادك الكلام ده قل خيرا تغنم او اسكت عن سوء تسلم والا فاعلم انك ستندم زي ما العيال الصغيره حافظين الاغاني ده العيل دلوقتي ثلاث سنين واربع سنين ويغني الاغنيه كامله طب ما تحفظوا قران حفظوا كلام الصالحين حفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لان احنا هنسال بين الله عن اولادنا قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها انت في البيت هتسالي عن الاولاد الزوج هيسال عنك وعن الاولاد يبقى نعلم اولادنا ما ياخذ بايديهم الى الله جل وعلا نعلم اولادنا الكلمه الطيبه نعلم اولادنا القران نعلم اولادنا الحديث نعلمهم قول الصالحين الحكم قول الحكماء قل خيرا تغنم او اسكت عن سوء تسلم والا فاعلم انك ستندم ليه؟ هتندم ليه؟ لان كل يوم عندما تستيقظ من نومك الايدين ينادوا على اللسان والرجلين ينادوا على اللسان والعقل ينادي على اللسان والعينين ينادوا على اللسان وكل أعضاء جسدك تنادي على اللسان يقولوا له ايه؟ اتق الله فينا فإن صلحت صلحنا وإن اعوججت اعوججنا سلم يا رب سلم لو مرينا على المقابر كده واحنا بندفن حد من الأموات وسألنا أهل القبور وقلنا لهم نريد منكم وصية لو واحد من اللي ماتوا قبلنا من اهلنا من ابائنا من اجدادنا من اصحابنا من اصدقائنا اي حد مات لو قلنا له نريد منك وصية لهتف الكل بصوت واحد احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان ناخد بالنا اللسان صغير جرمه كبير جرمه اللسان خطر كبير خطورة الكلمة طب الناس اللي بتقعد تتكلم في أعراض الناس وتخوض في أعراض الناس بالباطل لم يتأكد ده ربنا قال لنا في القرآن الكريم اللي يقذف زوجته بالزنا لابد أن يأتي بأربعة شهود تخيل اللي يقذف زوجته لا بد ان ياتي باربعه شهود طيب اللي بيطلق بقى يطلق للسانه العنان ويخوض في اعراض الناس دي مصبت مصيبه وعاقبته وخيمه نتعرف عليها ولكن بعد هذا الفاصل صلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على اجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه إني أحب محمدا والله خير شاهدا يا رب صل على المدى أبدا عليه مجددا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عود على بد كنت أقول لحضراتكم قبل الفاصل من يخوض في اعراض الناس عاقبته وخيمه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون يا من تتكلم في اعراض الناس كلك عورات وللناس السن رضي الله عن الامام الشافعي وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن زي ملاك لسان الناس لها ألسنة زي ملاك عين الناس لها أعين فكلك عورات وللناس أعين فالإنسان يأخذ باله من الكلمة الكلمة لها خطورة وخطورة الكلمة أن تطلق للسانك العنان فيما يرضي الناس ويغضب الله ناخد بالنا من حاجة هيقعدوا الشباب مع بعض وأنا بوجه رسالة للشباب وللبنات في السنة وفي الجامعة الشباب اللي بيقعدوا مع بعض ويتسامروا مع بعضهم البعض يأتون بسيرة فلان وبالكلام عن فلان عشان إيه عشان الناس تضحك عشان اللي موجود يضحك يبقى في ضحك وفي هزار في الجلسه يقول لك ده احنا كنا بنهزر لا ما فيهوش هزار الكلام اللي بتتكلم فيه ده ما فيهوش هزار ناخد بالنا ان الكلمه اذا خرجت اما لك واما عليك الكلمه لما تخرج من اللسان اما لك في ميزان الحسنات واما عليك في صحيفه السيئات فناخد بالنا من الكلمه اللي بننطق بيها واللي بنتكلم بيها لا تخط في اعراض الناس لا تغتب احد لا تجلس في مجلس نميمه ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال قيل وقال القيل والقال ده مصيبه انك تتكلم في القيل والقال وتخوض في اعراض الناس عشان اللي موجودين في المجلس يضحكوا وتقول انا كنت بهزر ليس في هذا هزار ليس في هذا ضحك كان صلى الله عليه وسلم يقول انا زعيم بيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا حتى لو في المزاح وفي الضحك وفي الهزار لا تكذب لا تقل ما لم يحدث ليه؟ لان السنه الخلق اقلام الحق ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازه في يوم من الايام ناخد بالنا من الكلمه، مرت عليه جنازه فالصحابه اثنوا عليها خيرا فسيدنا النبي قال ايه؟ وجبت، وبعد قليل مرت جنازه اخرى فاثنوا عليها شرا فسيدنا النبي قال وجبت، فالصحابه بيستغربوا يعني بيتعجبوا يعني ايه وجبت يا سيدنا النبي؟ انت في المره الاولى قلت وجبت وفي المره الثانيه قلت وجبت ما معنى وجبت فأمن الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم قال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنه وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار اسمع انتم شهداء الله في ارضه لو مرت جنازه والناس اثنوا عليها خيرا يبقى ان شاء الله من اهل الجنه. طب لو اثنوا عليها شرا يبقى من اهل النار، ليه؟ لأن أمة النبي لا تجتمع على ضلاله ما يجتمعوش على ضلاله لو المجموعه او الناس قالوا انه خير يبقى خير، شر يبقى شر. لذلك في حديث يسلينا جميعا لما ميت يموت والناس يعني يتكلموا في حقه بالخير اسمع حديث سيدنا النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان ما من مسلم يموت فيشهد له اربعه اهل بيت من جيرانه الادنين يعني ايه الكلام ده يعني مات الميت وجهزناه وبنصلي عليه وذهبنا لدفنه وبعدين عند المقبرة أو في المسجد أو بعد الدفن أو بعد موته بسنة أو باثنين يوم الناس يقولوا رحمه الله كان مصليا رحمه الله كان مزكيا رحمه الله كان متصدقا رحمه الله كان بارا بوالديه رحمه الله كان واصلا لرحمه رحمه الله كان من اهل القران رحمه الله كان من اهل فعل الصالحات اربعه بس يشهد له بالخير الا قال الله جل وعلا للملائكه اشهدكم يا ملائكتي اني قبلت شهادتهم فيما يعلمون وغفرت له ما لا يعلمون الله اكبر تخيل ان الميت بيموت واربعه يشهدون له بالخير بعد موته يقولوا كان رجل طيب، كان رجل صالح، كان رجل عابد، كان بيصلي الفجر جماعه، كان يحافظ على الصلاه، علم اولاده القران، كان بيصوم النوافل، كان 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 افعال الخير كثيره وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الا قال الله جل وعلا للملائكه، ربنا يقول للملائكه اشهدكم يا ملائكتي أني قبلت شهادتهم فيما يعلمون يعني الشهادة اللي قالوها الناس اللي كانوا عايشين معاه ومجاورين له اما في البيت او في العمل او في المسجد او الاقارب وشهدوا له انا قبلت شهادتهم مش ربنا بيقول في القرآن ستكتب شهادتهم ويسألون الا قال الله للملائكه اشهدكم يا ملائكتي اني قبلت شهادتهم فيما يعلمون وغفرت له ما لا يعلمون انت بتشوف الشيخ فلان ده راجل طيب بيطلع يقول قال الله وقال الرسول بس تعرف هو بينه وبين ربنا ايه الله يرحمه سيدنا الشيخ محمد الغزالي الشيخ محمد الغزالي السقه من علماء الازهر والاوقاف اللي انتقل إلى جوار ربه في البقيع ودفن بالمدينة المنورة بجوار الإمام مالك بن أنس ربنا يرزقنا وإياكم الدفن في البقيع والموت في المدينة في يوم من الأيام بيعطي محاضرة في الجزائر كان له باع كبير في الجزائر لما ذهبنا إلى الجزائر ودخلنا المساجد الناس يقولون يكفي أنكم بعمائمكم الأزهرية تذكرون باثنين من العلماء الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي لهم باع كبير في بلاد المغرب العربي وخصوصا في دوله الجزائر فجلس الشيخ رضي الله عنه وارضاه الشيخ الغزالي يقول الدرس فبيقول للناس انا اعيش في ظل وارف من اسم الله الستار عايش في ستر ربنا ثم انشد قول القائل ستر الله بنا ان الخطايا لا تفوح فاذا المستور منا بين ثوبيه فضوح احنا عايشين في ستر ربنا سبحانه وتعالى ستر الله بنا ان الخطايا لا تفوح فاذا المستور منا بين ثوبيه فضوح يعني من سطر ربنا عليك إن الذنوب ليست لها رائحة لو كان للذنوب رائحة ما جلس أحد بجوار أحد ولا تكلم أحد مع أحد يجي يتكلم معايا يشم رائحة الذنوب إلا أننا نعيش في ستر الله جل وعلا الله الستير يسترنا بستره سبحانه وتعالى فتاخد بالك من الكلمة ليه؟ لأن المؤمن سيدنا النبي شبهه بالنخلة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها مثلها كمثل المؤمن لا يسقط ورق هذه الشجره اتدرون ما هي فسيدنا عبد الله بن عمر كان جالس وكان في المجلس سيدنا عمر فسيدنا عبد الله بن عمر قال وقع في قلبي انها النخله لكني استحييت من اصحاب رسول الله، ابويا جالس ومعه الصحابه، كيف اتجرأ واتكلم في حضورهم؟ فلما خرج قال لسيدنا عمر: وقع في قلبي انها النخله، فقال له سيدنا عمر: ولم لم تتكلم يا عبد الله؟ كان فرحان سيدنا عمر ان عبد الله بن عمر وقع في قلبه انها النخله، وهذا ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن مثل كمثل النخله. الكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة صدقة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بوجه طليق تبسمك في وجه أخيك صدقة إنك تقول كلمة طيبة صدقة لما يجي لك سائل ومش معاك فلوس تعطيها للسائل ما تنهرش السائل ربنا يقول لنا في القرآن الكريم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث كلمة طيبة تغير حال الإنسان من حال إلى حال سبحان الله العظيم. يحضرني في هذا الأمر كلمة للإمام مالك لأم الإمام مالك بن أنس الإمام مالك أبوه اسمه أنس ابن عامر الاصبحي كان عايش في المدينه المنوره وزوجوه من امراه فلما كان ليله زفافه بها نظر اليها فوجدها سوداء امراه سوداء شديده السواد فنفر منها وفي اليوم التالي بعد ان دخل بها في اليوم التالي ترك المدينه وانصرف فهي المراه رات منه انه نفر منها لانها سوداء فقالت له كلمه سبحان الله العظيم كلمة واحدة سجلها التاريخ لها قالت رب أمة سوداء خير وأحب إلى الله من ألف أمة بيضاء أنت بتنظر للسواد لا يمكن أمة سوداء أفضل عند ربنا من ألف واحدة بيضاء المهم ترك المدينة وغادر وهاجر خارج المدينة قرابة 17 سنة وبعد مضي هذه السنوات عاد الى المدينه المنوره على منورها ومعطرها ومطيبها افضل الصلاه وازكى السلام عاده اهل المدينه المنوره انهم عندما يعودون من سفر لا يذهبون الى بيوتهم امال يعملوا ايه يبداون بالمسجد النبوي اهل المدينه قديما كان دحلهم قبل ما يذهب الى بيته يذهب الى المسجد النبوي يصلي ركعتين ويسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأنس بن عامر الأصبحي دخل المسجد النبوي فوجد حلقة علم درس علم كبير فدخل واستمع وجد شاب عنده 16 سنة جالس على كرسي وبيقول عن نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وبعدين أنس بن عامر الأصبحي بعد انتهاء الدرس بيسأل الناس اللي موجودة مين ده مين اللي بيتكلم من الشيخ اللي قال العلم وقال درس العلم قالوا له الا تعرفه انه مالك بن انس بن ابن عامر الاصبحي مالك بن انس الاصبحي العامري فام سال فلما عرف انه مالك بن انس فايقن ان هذا ولده شوف بقى بقى له كم سنه لم ياتي الى المدينه وهجر امه لانه لانها سوداء فسلم عليه وقال له انا والدك انا انس بن عامر الاصبحي اذهب بي إلى البيت فذهب فلما رأى أمه قال لها صدقت أمة سوداء تنجب مالك بن أنس الذي يعلم الناس العلم خير وأحب عند الله من ألف أمة بيضاء لم تلد مالك بن أنس الكلمة الطيبة كلمة طيبة الكلمة الطيبة تدوم ومفعولها إلى قيام الساعة يموت الانسان وكلماته الطيبه في ميزان حسناته وفي صحيفه حسناته قل خيرا تغنم او اسكت عن سوء تسلم والا فاعلم انك ستندم نسال الله جل وعلا ألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم لا تخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيك عنا، اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والأوجاع والأمراض والأسقام والداء. اللهم عجل لنا بالشفاء والدواء من كل مرض ووباء وبلاء وسقم وداء اللهم اجعل مصر ارض دواء وشفاء اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اجعل مصر في امانك وضمانك ورحمتك ورعايتك وعنايتك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا أجود الأجودين يا مجيب السائلين يا رب السماوات والأراضين نرفع أيدينا إليك ضراعة منا إليك اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بحر جودك محرومين ولا مطرودين إلهنا وسيدنا ومولانا وقفنا ببابك ولذنا بجنابك وتذللنا على اعتابك فلا تردنا خائبين واستجب لنا يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء فرج عنا ما نحن فيه اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد بقدر حبك فيه وفرج عنا ما نحن فيه اللهم فرج عن البشريه ما هي فيه اللهم فرج عن العالم ما هو فيه اللهم فرج عن الدنيا ما هي فيه اللهم ردنا الى المساجد ردا جميلا اللهم ردنا الى بيوتك ردا جميلا ارفع عنا الوباء والبلاء والداء يا رب العالمين يا لطيفا لم تزل الطف بنا فيما نزل يا لطيف يا عليم يا خبير يا من لطفت بخلق السماوات والارض ولطفت بالاجنه في بطون امهاتها الطف بنا يا رب الطف بنا لطفا يليق بكرمك في قضائك وقدرك يا ارحم الراحمين يا الله يا اكرم الاكرمين يا الله يا مجيب السائلين يا الله فرج عنا ما نحن فيه اللهم انا نسألك شفاء عاجلا لا يغادر سقما لكل مرضانا، اللهم عجل بالشفاء والدواء لكل المرضى، اللهم عاف كل مبتلى، اللهم من مات شهيدا بهذا الوباء فاجعله عندك في اعلى عليين، اللهم الهم اهلهم الصبر والسلوان واجعلهم في معية سيدنا رسول الله في الجنة مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء وادم علينا الامن والامان وعلى سائر بلاد المسلمين يا من اذا وعد وفى واذا اوعد عفا ارحم يا ربنا من هفى وجفى وشفع فينا الحبيب المصطفى واجعلنا ممن صفى ووفى وبالله اكتفى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا واقبلنا بسر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسر كل ذي سر لديك يا رب العالمين اللهم امين بالحب التقينا وعلى الحب دوما نلتقي التقيكم على خير وفي خير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته